السلام عليكم شباب، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح نجرب لعبة ملك الترفيع، ان شاء الله تعجبنا هذه اللعبة وراح نجربها. ننتظر قليل، نختار السيارة، راح اختار جيب مرسيدس. ننتظر قليلا، تغير الشيلة هنا، تحكم هنا، ترجع إلى الصفحة الرئيسية. ننتظر هنا، وهنا عندما تجد الفوق تصوير داخلي يعني تستطيع أن تلعب وأنت في داخل السيارة. وهنا لون الفلاشر هو لون الضوء، كما تختار أنت، أبيض أم بني أم أزرق أو أخضر أو أحمر. هكذا من التبديل الرقم، تختار الرقم، أي رقم تريده. مثلا أنا راح أختار دبي. ملصقات، تختار ملصق، أي ملصق، مثل ما هذا لا أختار هذا. نجرب السيارة هذه بالتصوير الداخلي ونشوف. ننتظر قليلا،
تضغط هنا تصوير داخلي. وهذا ما كان عندي اليوم، واتمنى ان يكون قد اعجبكم فيديو، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، والى اللقاء.